كمان مصور لاسوشيتد بريس مصاب على حاجه صوره، شو اللي صار؟ كنت اصور كانوا مسكرين طريق الشباب عشان احتجاج الاسره، فصار رزمر كان دعس شاب وضرب في الاسعاف ونزل بكاش ما عمل شيء، بس اجى الجيش نزل بلش طف مسدس ولا بارودة؟ انا بكون داير ظهري بكون داير ظهري، حطيت ايدي على راسي رب نسطر، يعني لو مش حاط ايدي على راسي دخلت رصاصه في راسي. اللي بجنبك شو صار معه؟ اللي بجنبي اجت في راسه رصاصه وبقول له استشهد الله يرحمه. Thank you.